مرحبا بكم من جديد. يتواصل البث المباشر وهذه التغطية على الوطنية الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. التحقوا بنا في الاستوديو، رحبوا بالسيدة عبير موسي مترشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الحزب الدستوري الحر. أهلا وسهلا بك سيدة عبير. عايشك، شكرا. ورحبوا أيضا بالحقوقي والأستاذ ذاكر العلوي. أهلا وسهلا بك سيدة ذاكر. ومرحبا مرة أخرى مراد علالة، محلل السياسي الإعلامي معنا. مرحبا بك يا مراد. طبعا في قراءة أولية للنتائج المحتملة اللي ورد علينا من شركات مكاتب صبر الآراء، إلى حين أنه بالطبيعة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تعطينا رسميا النتائج الأولية نتاعها. ماذا بينا ناخذ من عندك تصريح سيدة عبير موسي، لكن خليني نفتح قوس نقول أنه شبكة مراقبون تقول أنه إلى حد انتهاء عملية التصويت نسبة الإقبال وصلت إلى حدود 50.8%. نسبة الإقبال وصلت إلى حدود 50.8% إلى عند انتهاء عملية التصويت. أول تصريح ممكن نتصرح به مترشحة للانتخابات الرئاسية سابقة لأوانها السيدة عبير موسي. شكرا على الاستضافة. أول تصريح نصرح به هو أني نغتنم هذه الفرصة وهذا المنبر باش نتقدم بأحر عبارات الشكر لكل الناخبين والناخبات اللي وضعوا ثقتهم في عبير موسي واللي توجهوا لصناديق الاقتراع في هذا الجو المشحون وفي هذا المشهد السياسي الضبابي وفي ظل التسيب التام وعدم تطبيق القانون والإخلالات اللي ريناها الكل. ومع ذلك هؤلاء الناخبين والناخبات مشاو وتمسكوا بمبدأهم وصوتوا للأستاذة عبير موسي. نحب نشكرهم ونقول لهم أنه هذه الثقة تزيد تحملني مسؤولية كبرى لمواصلة النضال ومواصلة العمل ومواصلة الجدية وخاصة مواصلة النضال في مستوى الانتخابات التشريعية وغيرها. حاجة أخرى توا على اللي صاير، نحب نسجل اليوم أنه إحنا نعيش اليوم في فضيحة كبرى. الفضيحة الكبرى شنية؟ هي أنه الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي توا في اللحظات هذه عايش على وقع نتائج استطلاعات رأي عملتهم شركة وحيدة، فمش مكاتب، فما شركة استطلاع رأي اللي الناس الكل تعرف أنه مشكوك في حيادها ومشكوك في نزاهتها وأنه كل مرة تبدل نتائجها حسب تغير الأطوار. مرة ريناها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في فرنسا، خرجت هنا عنده 33%، من بعد صارت قناة نسمة وغلق قناة نسمة، خرجت لنا نبيل القروي، من بعدها وطلعت لنا كذا. إذن كيفاش اليوم الناخبين والناخبات التوانسة يمشيوا لصناديق الاقتراع وينتظروا نتائج من هيئة الانتخابات، نتائج رسمية، نتائج على الأقل نشوفوا توا فرز أولي. احنا يظهر لي حتى في العهد الدكتاتوريه اللي تحكيوا عليه كنا في الوقت هذا تبدا تخرج النتائج تباعا حسب الجهات ونبداو نشوفوا في ليزيكرون تاع قريب ماضي ساعه نتاع الليل تبدا عندنا بوادر نتاع نتائج اوليه، الفرز الاولي قبل ما نمشيو للفرز النهائي. احنا اليوم جابوا لنا مع 8 نتاع الليل سي حسن الزرقوني اعطانا النتائج نتاعو اللي هي كوبي كولي على نتائجه اللي اعطاه لنا قبل ما تبدا الفتره الانتخابيه، اعطانا الريزلتات هذيك ومشى. الناس كل يوم تداول فيها وكاني حقيقه. احنا نسالوا في ناسنا وفي ملاحظينا يقول لك النتائج مختلفه، مازلنا ما نعرفوش شنو صحيح شنو اللي غلط، لكن شنو المقصود من هذا؟ يعني هذايا ان راه انا تتمه لعمليه الفوضى اللي نعيشوا فيها وتتم لعملية عدم مسك العملية الانتخابية من طرف هيئة الانتخابات. شوف أنا هوني نحب نأكد لك اللي احنا في الإعلام العمومي في التغذية الوطنية كان لاحظت ولم نعتمد أي شركة من شركات صبر الآراء في البث المباشر بتاعنا هذا، لأنه أولا نعتبره أنه ما فيش إطار قانوني رسمي ينظم العملية، ثم كيف ما قلت هي النتائج ربما يستأنس بها ولكن ماهيش نتائج حقيقية وماهيش ولا تكره لكن تو عند المواطن. طيب خرجت النتيجة. طيب وعند المواطن أنا تو هذا اللي مش هقول لك زاد عند مش حتى عند المواطن، حتى عند النخبة السياسية حتى عند وقارئين النتائج يقول لك وإن اختلفت شوية النسب والأرقام، يعني تقريبا هذيك هي الملامح العامة للنتائج اللي باش تولي الشركة هذيك رابطة مع الصندوق ديريكت. ما لا هي تولي إذا كان باش تولي النتائج هذيك هي اللي باش تخرج بعد، يعني عندك حلين توا، يا إما باش تخرج نتائج مختلفة تماما
ولهنا تتبدل المعادله الكل والتحاليل. سيدي اعطيني توقعاتك، قراتك هل تعتقدين انه هذه النتائج قريبه للمنطق وللواقع ولا بالنسبه لك تنتظر في نتائج مغايره تماما للي انا ما عنديش نتائج ننتظر فيها، لانه كل شيء متوقع في هذا المشهد السياسي وكل شيء متوقع من العمليه اللي نعيشوا فيها. لكن المبدا في حد ذاته يزعج الصوره العامه للانتخابات، انه اليوم كي تجي تسال واحد تقول له سي مر فلان وفلتين للدور الثاني وذاك جا الثالث وذاك الرابع وذاك الخامس وتوب تين، اي شنو المرجع نتاعك؟ المرجع سي حسن الزرقوني قال لنا عندك حلين، يا اما توا باش تخرج نتائج اخرى اللي هي عكسيه والا مختلفه. ولهنا رينا تنظيمات سياسيه بدات تسخن انه اني مانيش راضي بهذيك، وممكن ياسر تولي ضغوطات من نوع معين، لانه النتائج هذيك وجهت تحب ولا تكره وجهت الراي العام. يا اما تجي توا نتائج عكسيه عن طريق تدخلات من اطراف اللي هما مش موجودين في المراتب الاولى، يا اما باش تجي نتائج متطابقه تقريبا للي قالوه. ولهنا تطرح وقتها نقاط استفهام. انت تلمح توا لامكانيه التزوير ولا لا؟ لاني غنقول لك حاجه، ريت النتائج اللي خرجت قبيله جاتنا على الميسنجر اليوم في القايله، احنا نوريك توا البورتابل نتاعي نفس النتائج. نفس النتائج، قيس سعيد 19.5، نبيل القروي كذا، انا نسبتي هي بيدها، جاتنا وهو عندي في الميسنجر نتاعي، جات في اطار جدول هاكا يتداولوا فيه في الفيسبوك. يعني لا فهمنا النتائج هذيك مقتصره الى حد نص نهار ولا ماضي ساعتين، دونك ما تعكسش النتائج للسته نتاع العشية، لا فهمنا النتائج محضره بالمسبق مهما كانت النتائج الاصليه باش يعتمدوها. فما حاجه اليوم اللي ماهيش عاديه، وفما حاجه اللي دخلت نقطه سوداء القت بظلالها على النتائج. لكن انا نستنى، لكن المتابعين الملاحظين وحتى المنظمات الدوليه كما كارت الامريكيه وغيرها حقيقه اشادوا بالعمليه الانتخابيه برمتها، وقالوا انه حتى بعض الاخلالات التي تحدثت عليها لا ترتقي الى مستوى الاخلالات الجسيمه اللي ممكن تشيب العملية الانتخابية اللي في مجملها كانت شفافة ونزيهة. شكر يذولي، أنت تعرف وأنا نعرف حتى في وقت بن علي كانوا يحضر المراقبين الدوليين ويشيدوا بنزاهة العملية الانتخابية ويقولوا اللي صارت شفافة، ويقولوا بعد 2011 هبطت الناس الكل قالت النتائج مزورة ومش صحيح. وشوف مش هذي احنا اللي نعتمدوه، احنا توا نعتمدوا في معطيات واضحة. يا خويا عملنا انتخابات، عندنا هيئة انتخابات تعطينا النتائج، عندنا هيئات فرعية تعطينا نتائج أولية، ما تجيش أنت تعمل عملية توجيه مع 8 متاع الليل، توا اشترى الناس رقدوا، هما رقدوا على أساس النتائج هذيك، غدوة يا إما باش تتقلب النتائج. ولهنا كي تتقلب النتائج هل أنه خاطر الشركة غالطة وإلا الأطراف اللي عرفت أبخي توا البورسنتاج نتاعها باش تعمل الضغوطات نتاعها ونعرفوا اللي تنجم تصير، يا إما باش تصير النتائج متطابقة وتولي الشركة هذه يعني عندها طريقة اللي رابطة مع الصندوق مباشر وإلا مع الناخبين مباشر. يعني لهنا تم تشويه عملية الإعلان على النتائج، وهذه من غير ما ننكرها واضحة. طيب أستاذ ذكر كحقوقي ومتابع للعملية السياسية، ترى أن الناخبين اليوم في هذه العملية الانتخابية قاموا بتصويت عقابي، بتصويت فوتيتويل عدم تشتيت الأصوات، بتصويت على البرامج أو بالتصويت للأشخاص لأشخاص بعينها؟ هو مش نحكي أنه تصويت على البرامج هذه برك المستبعد، أما أن التصويت التونسي هو تصويت عاطفي فهذه ثابتة في سلوك التونسي، لأنه أعتقد أن النخبة السياسية والطبقة السياسية وأخص بالذكر الأحزاب لم تساهم في تثقيف التونسي نحو التوجه للبرامج، ولهنا الأحزاب الكل تتحمل المسؤولية، وممكن فما جانب حتى من المسؤولية الذي تتحمله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه من صميم صلاحياتها ووظائفها هي التثقيف المواطني، التثقيف الانتخابي، وعلى الأقل أنه المواطن التونسي يعرف على شنو يصوته. نرجع شوي على النتائج، رأى في البلدان المتحضرة يعمل بمؤسسات صبر الآراء. المسألة الثانية رأى مش مستحيل باش الثمانية إذا كان فما حزب قوي عنده، عندنا 12000 ولا 16000 مكتب اقتراع، إذا كان عنده 16000 ميليتان ينجم يعرف الأرقام بالتدقيق. معناها ما ينقصش صوت وما يزيد الصوت، لأن جميع المحاضر على مستوى نسب الإقبال مش لشكون صوت. لا لا لا، حتى في توزيعها جميع محاضر الفرز معلقة في مكاتب الاقتراع. معناها فما نسخ اللي عنده
الامتداد ترابي ينجم 8 نتاع الليل ينجم يطلعها 8:30 ينجم يطلعها. مش هذا الاشكال. الاشكال هو الحديث انه تكون هذه النتائج يقينيه الثابت انها هي النتائج القريبه من الحقيقه، والثابت اكثر انه هذه النتائج لن تتغير مع النتائج النهائيه. نحن ننتظر في النتائج النهائيه، وعلاش نقولوا النتائج الاوليه مش حتى النهائيه، النتائج الاوليه التي ستصدر عن الهيئه العليا المستقله للانتخابات. شنو اللي تنتظر هي الهيئه العليا المستقله للانتخابات؟ كانت تحب تلم الارقام تنجم تلمهم، الارقام في 4 ساعه في 4 دراج اذا تسك معناها وقع فرز اخر صندوق. الا انه مازال لابد من اجتماع المجلس، وفما قرارات هي قد تقرر اسقاط بعض النتائج، اسقاط صناديق، اسقاط نتائج بمكتب اقتراع. على ذلك راه نقولوا انه النتائج الاوليه لا تنطق بها الا الهيئه العليا المستقله للانتخابات. اما الارقام لا اظن ان الارقام بعيده عن استطلاعات. طيب اذا كان انت تقول اللي الارقام مش بعيده برشا وتقريبا هذه النتيجه، مدى تاثيرات النتيجه هذه، مدى تاثيراتها على المجتمع التونسي، على الشعب التونسي، على الدوله التونسيه، على الاحزاب، على النخبه السياسيه، على مستقبل تونس، مدى تاثيراتها؟ شنو هي؟ ان اقرت معناها في اطار النتيجه هذه نتائج اوليه تصدرها فما حتى تاثير، مش تبقى السياسه هي بيدها. معناها المجتمع التونسي سيتفاعل وهي ارادته وهو قراره، وان شاء الله تكون انها على الاقل. طيب اذا كان نبيل القروي مترشح للدور الثاني وهو الان موقوف، ما عندها حق قانونيا الحكايه كيفاش ممكن تصير؟ سيدي فهب فرضا انه ممكن نبيل القروي في 29 سبتمبر يتم انتخابه كرئيس جمهوريه مثلا، كيفاش تتم العمليه؟ الامكانيه وارده. كيفاش؟ هو مترشح وهو في هذا السباق لا زال اذا كان مش يبقى في معناه في الدور الثاني سيقع التصويت على اساس انهم مترشحين والفائزين والذين مروا الى الدور الثاني. معناها القضيه العدليه والى القضيه الجزائيه لا تاثير لها على المسار الانتخابي ابدا. لا يحرم من المشاركه في الانتخابات ناخبا او مترشحا الا من صدر في شانه حكم في عقوباته التكميليه يقضي بذلك، بحرمانه من ذلك. وبالنسبه للنبيل القروي معناه لم يصدر في شأنه حكم، لا هو مازال توا في التحقيق، وحسابيا يستحيل انه يصدر حكم بات، حكم بات قبل 6-7 شهور. معناه توفى الانتخابات هذه ما يصدرش حكم بات. معناه هناك فرضيه او احتمال انه نبيل القروي ربما اذا كان فاز في الانتخابات في الدور الثاني ينجم يولي رئيس وهو في الحبس وهو موقوف. طيب هل هناك فرضيه او احتمال اخر انه ليزيل الهيئه العليا المستقله للانتخابات ممكن تسقط مترشح او ملف لمترشح اذا كان ثبت ان هناك خطا جسيم او اخلال جسيم مثلا سقف التمويل او غيره من الاخطاء؟ فما عندها الامكانيه هذه، فصل 43 يمكنها من هذه الامكانيه، لان وفقا للتصريحات ليزيل على الاقل في مدة الحملة الانتخابية ولا من بداية الفترة الانتخابية حتى الآخر تصريحات نسمع فيها أنه ليس هناك مخالفات جسيمة قد تصل إلى ذلك. اللي مازال ينقص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مداولاتها شيئين، هما تقرير الهيكا اللي هي ولات تقرأ قبل ما تصدر النتائج الأولية، واللي في انتخابات 2014 كان تقرير يجي من بعد، لا ولات قبل إصدار النتائج الأولية وإلى قرارة في النتائج الأولية تطلع على تقرير الإعلام. والتقرير ممكن يغير من قرارها من موقفها؟ ينجم إذا كان ربطته بالتمويل. أما أنه وقعت أخطاء جسيمة في معناها في أعمال المترشحين في تعاملهم مع الإعلام، لا. واضح. من تصريحات على الاقل رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات هو صرح انه ما فماش. واضح. نرجع استاذ عبير الموسي بعد نجيك مراد. المحللين والمتابعين للشان السياسي عبير الموسي الحقيقه يقولوا انه من بين الاسباب مثلا كيف ما قلت انه الحقيقه المترشحين ما كانتش عندهم برامج واضحه. حتى برامجهم وقت اللي عرضوها في حملاتهم الانتخابيه ما كانتش قريبه من المواطن بالشكل اللي كان قريب به قيس سعيد او نبيل القروي في احتكاكه المباشر بالمواطن التونسي، وفي انه على الاقل اعطاهم احساس انه هو فاهمهم وحاسبهم. انتم جل البرامج التي معناها تم عرضها في المناظرات التلفزيه او في الحملات الانتخابيه كانت انشاء او كانت نقاط عامه اغلبها لا تدخل في اطار صلاحيات رئيس الجمهوريه، وهذا من بين الاسباب اللي خلى الناس الحقيقه ما تركزش على البرامج وانما تنتخب بالعاطفه كما قال الاستاذ ذاكر. مش صحيح شاكر، هذا على الاقل نحكي فيما يخصني.
كمترشحة للانتخابات الرئاسية، لأنه بالعكس احنا البرنامج نتاعنا وظهر حتى في المناظرات، يظهر لي تميزي في المناظرات، يعني هذايا شهدت به الناس الكل. احنا برنامجنا اللي قدمناه ما فيه حتى شيء من الإنشاء، كله إجراءات عملية وكله آليات وكله داخل في صميم صلاحيات رئيس الجمهورية. المشكل اليوم لو عكست لأصبت، اليوم المشكل أنه سير العملية الانتخابية وما يحف بها من توجيه على عدة مستويات، لأنه صار توجيه إعلامي، صار توجيه فيسبوكي لباش سبونسوريزي، صار توجيه على برشة مستويات يخلي الناخب ما عادش يقرأ البرامج، لأنه اللي فازوا ما رينا لهمش برامج، رينا لهم كان واحد عنده الجمعية اللي خدم بها لمدة سنوات، والثاني ما فهمناش اليوم شنو النقطة متاع القوة اللي خليته هو في الصف الأول. إذن احنا عندنا مشكل في المشهد السياسي الكل اللي هو يمهد العملية الانتخابية. أنا نعطيك مثال، الحزب الدستوري الحر من أفريل انطلقنا في تقديم برامجنا الانتخابية، وعن طريق ندوات واضحة فيها سلم الخبراء والكفاءات وإجراءات عملية وملموسة وآليات، وها باش نطرحوها توا في الانتخابات التشريعية، وطرحنا ما يتعلق منها في الانتخابات الرئاسية ما يتعلق بصلاحية الرئيس. ما تلقاش عليها تغطية إعلامية، ما تلقاش منابر إعلامية تفتح للنقاش حول برامج الأحزاب أو برامج المترشحين. توا عندنا دي بلاتو اللي نتاع البرايم تايم واللي يسمحهم المواطن التونسي لا تخصص فيها أي أجزاء أو تكاد تكون، باش ما نقولوش نكونوش عدميين، للبرامج. الندوات تلقى ما فيهاش تغطية إعلامية، ما يهتم بها حتى حد، ما يجي حتى حد يسألك عليها، حتى كي يجي يستضيفك في برنامج ما يسألكش على شنية النقاط متاعك، يسألك ديما نفس الكلام التجاذبات، هاو فلان قال، هاو فلان عمل، هاو عركة، هاو، لأنه هذايا الكل يؤدي أنه المشاهد ما عادش ينظر للمترشحين وللأحزاب كتنظيمات قادرة على أنها تنتج برامج، يولي ينظر لها أنا عبير موسي اليوم ما حاجتيش بها في المنظومة، ولو هي عندها أحسن برنامج في العالم وهو موجود وموثق ومكتوب. أنا البرنامج متاعي مود على دي مؤسسة حماية حقوق المؤلفين من كثرة اللي موجود ومشيت حميته فكرية، ما يحكيوش لا ما عنديش برنامج، برنامجها الوحيد كذا وكذا. في خطابك موقفك الواضح من حركة النهضة، وربما هذا فنت حتى النتائج اللي موجودة توا، لأن الناس لم تأخذ بهذا. شوف خلينا نصارحوا بعضنا، لأنه احنا اليوم في لحظة تقييم، في انت ما تحبش تاخذ من عندي برامجي وما تحبش تظهر مواقفي، كي نقول مواقفي من الدينار ما تظهرهاش، مواقفي من الاقتصاد ما تظهرهاش، مواقفي من الفلاحه، من الاصلاح التربوي، من الاصلاح المالي ما تظهرهمش، حتى كي تحكي عليهم تمر عليهم مرور الكرام، وتحب تركز على نقطه من ضمن البرنامج السياسي. لهنا هذا التوجيه نتاع سبر الآراء والاعلام والفيسبوك والراي العام يخلي الناس تختار بالعاطفه، يولي ما عادش ينظر لتلك البرامج. التوجيه يا سامحني عبير موسى، انت التوجيه اللي تحكي عليه من اتهم بها هو شهدت في المرتبه السابعه ولا الثامنه، معناها يوسف الشاهد وتحيه تونس اللي لا ما تهمتوش هو في قبل. شكون اللي قال عام المشهد السياسي الكل ماهوش مؤسس اصلا. احنا فكره حزب سياسي اليوم ماهيش افرغت من معناها. شو معنى حزب سياسي؟ حزب سياسي من المفروض عنده برنامج، عنده رؤيه، عنده هويه، عنده بطاقه تعريف سياسية، عنده مناضلين. احنا الأحزاب السياسية تكون كأنك مشيت كونت شركة ذات مسؤولية خاصة وإلا شركة معناها خفية الاسم، بدليل أنه اليوم تلقى أحزاب اللي ما كانتش موجودة جملة قبل جمعتين من انطلاق الأجيال تقديم الترشحات، فجأة قمنا صباح قلنا رفما حزب كذا كذا حول اسمه إلى حزب كذا كذا وعين له رئيس فلان الفلاني، وينطلق الرئيس فلان الفلاني يعين ناطق رسمي ويعين زوز من الناس وتبدا الفلوس وتبدا الاعلام وتبدا كذا. هذا ماهوش مشهد سياسي، وتولي العباد كاننا نكذبوا كذبه ونصدقوها، ونوليو نقارنوا ما بين حزب اللي نجم يكون عنده نفس نضالي وعنده باركور وعنده تاريخ، وما بين حزب تعمل عنده جمعتين اللي ما نعرفوش لا اصله ولا فصله. هذا الكل ياثر انه المشهد السياسي بعد 2011 نقولوا انه ديمقراطيه تمت ممارستها على المستوى العددي،
انك مريت من حزب ولا من 8 احزاب ولات عندك 217، لكن على مستوى الكيف وعلى مستوى الجوهر وعلى مستوى البرنامج والرؤيه والهويات السياسيه تم التلاعب بكل ابجديات العمل السياسي، وذا ادالنا اليوم انه انت قدام حقيقه. توا الاستاذ مع كامل احترامي الاستاذ هو قاعد ينقل في اللي موجود في القانون، لكن ينقل فيه وكأنه حاجة عادية. أي المسار العدلي لا يؤثر على المسار القانوني، أي نجم يكون عندك رئيس موقوف، وينجم يكون عندك انتخب في سبتمبر وجلسته تنجم تتعين عام الجاي، شنو نعمله من سبتمبر العام الجاي حتى حد ما يحكي. علاش؟ لأنه القانون الانتخابي اللي تم سنه فيه توا كنا نقرأ فيها كرجال قانون فيه سوء صياغة كبير، فيه غموض حتى حول إلغاء النتائج، من يلغي النتائج، وقتاش تلغى النتائج بإعادة الترتيب فقط، وقتاش تلغى النتائج بأنه نعود العملية كلها. القانون الانتخابي ما يحطش ولو حالة التعذر، حالة القوى القاهرة التي تمنع أحد المترشحين. كان جاء موجود في القانون الانتخابي كل الفرضيات، رغم ما نلقاوش روحنا في الوضعية هذه أنه نجيو المرشح وفي إطار تصفية حسابات ويدخل هو للحبس ومن بعد يتم انتخابه ومن بعد نلقاوه هو في موقوف. يا إما القضاء، باش نجيو للقضاء اليوم نقولوا له يا سيدي عندك أمر واقع، اليوم عندك رئيس أنت يلزمك تخرجه، يولي القضاء لهنا شوف كيفاش باش يتصرف. طيب يا اما تخلي القضاء ياخذ المجرى الاخر وتولي عندك عبير. لكن هذه من الجانب القانوني امباس، عندنا امباس بوليتيك. لكن انت امباس جوريدي. سامحني زاد فما زاويه نظر اخرى مهمه ربما ما حبيتش تركز فيها، اللي هي هذه النتائج المحتمله اذا كان باش تكون قريبه للواقع كما يقول الاستاذ. ربما اعطتنا منحة بتاع ريفليكسيون أخرى، أنه ممارسة العمل السياسي والنشاط السياسي لم تعد تحكر على الإطار السياسي بالمفهوم الضيق للإطار السياسي، هو في إطار الأحزاب. هاو فما بدليل اللي فما مترشحين خارج هذا الإطار وصوت لهم الشعب التونسي ودخلوا في مشاركة العمل السياسي والتنافس على السلطة وصوت لهم الشعب التونسي. لأنه أفرغ عمل الحزب ما كانوش. نعم هذا اللي كنت نحكي لك فيه، مش لأنه أفرغ العمل الحزب من محتويه، لأنه الأحزاب السياسية لم تقم بدورها اللي لازم تقوم به باش تشكل مشهد سياسي حقيقي يعكس النشاط السياسي اللي من الفرصة. علاش؟ لأنه طريقة تكوين الأحزاب وطريقة مراقبة العمل الحزبي وطريقة سير العمل السياسي هي اللي بالقوانين هذه وبالممارسات هذه خلتنا في الوضع هذا. تفضل مراد. شوف انا اعتقد انه لا يمكن الفصل بين البعد ولا الجانب القانوني والجانب السياسي والجانب الاخلاقي. احنا تحدثنا على نتائج، انا اخشى ما اخشاه انه اليوم جهات معينه او مترشحين يشكوا في العمليه الانتخابيه بشكل عام. هذا لا يقدم لهم هم كمترشحين او كاحزاب او ككيانات سياسيه، لا يفيد تونس ولا يفيد التجربه الديمقراطيه في تونس. لانه الى حد الان رغم انه قانونيا الجهه المخوله بتقديم النتائج لم تقدم بعد النتائج، لكن جهه ربما وهنا نحب نفتح قوس، اولويه الاولويات في تونس في المرحله القادمه تنظيم قطاع صبر الاراء واصدار القانون المناسب لهذا القطاع. اليوم ثم جهه قدمت ربما معطيات، يعني اكثر من مترشح سلم بالنتائج. يعني اليوم التشكيك ربما والتركيز على الجانب القانوني فقط، انه بل القبول بالنتائج بالنسبه لك اهم. لا، منذ قليل مثلا ممثل حمله مهدي جمعه تحدث وسلم بالامر. نصف خفاف ايضا لطفي المراحي نفسي، يعني المترشحين قبل غيرهم سلموا بالنتائج حتى تصدر النتائج اللي باش يسلموا بها. زيد مثلا يعني المساله لا تحسم فقط من جانبها القانوني فقط. ليه ما يجيش هكا؟ لا هو مراد لا كلام ولا منطقي. يقول لك بدايه التشكيك نفسه زاده من الحقيقه ماهوش باهي، ماهوش باهي للعمليه الديمقراطيه بيرومتيا. مش تشكيك بابي لحظه في النقطه هذه. مثلا اذا توا اللي نحكي فيه انا انت احنا قلنا انت كنت منذ قليل انك انت تتوقع انك ما تتعداش للدور الثاني. لا انا ما عنديش مشكل، انا نتيجتي معناها مفخره ليا، لأني أنا قادمة من بعيد في ظل كل هذا المشهد المتقلب وهذه القذارة اللي هي فيها وحملات الاستهداف اللي مستهدفتني. أنا شكرت الناخبين والناخبات اللي عددهم كبير والحمد لله، وأنا موجودة في التوب 10، يعني ماهوش مشكلتي شخصي. لكن احنا نحكيه من حيث المبدأ، علاش أن نلجأ إلى تشويه العملية؟ اليوم عندي هيئة انتخابات توا تصدر هي نتائجها، اليوم أدليتو البلاتو هذا الكل أنت تحلل في نتائج ماهيش نتائج هيئة الانتخابات. يعني نجم غدوة إذا كان يصير أي تغيير على مستوى النتائج ترسي البلاتو هذا الكل اللي بديتوه ونحيي مجهوداتكم من 8 متاع الليل للتوا كله يطيح في الماء، لأن يولي الكلام اللي قلناه الكل لا يتماشى مع إرادة الناخب.
فهمت شنو نقصد؟ وإذا كان نسلموا من توا إنه نتائج سبر الآراء هي نتائج الصندوق ونتائج سبر الآراء هذيك بالذات، لهنا نولي ونطرحوا زادة أسئلة، لأنه النتائج هذيك جاتني أنا في القايلة، ما جاتنيش ستة متاع العشية، وعندي ما يثبت، عندي كابتور إكران إنه الجدول هذاك، وكان تعطيني فرصة نجيب لك توا تليفوني، جاتني في القايلة بنفس النسب ونفس الترتيب ونفس الأسماء. لهنا كيف نقولوا الكلام هذا ما يعتبرش مسينا من العملية. طيب. لأنه احنا قلنا باش ندخلوها العملية بكل ما فيها وباش نقبلوا قانون اللعبة، لكن زادة كي نراو حاجات كيما هكا واضحة وضوح شمسي في كبد السماء ما فيها باس ما نغطيوهاش. طيب. لأنه جاية انتخابات تشريعية ونحبوا نتلافيو فيها العديد من الإخلالات. لكن لا يمكن حصر المسألة فقط في المسألة القانونية الإجرائية الصرفة، مهمة جدا البعد السياسي، مهمة جدا. يعني أنت تحدثت مثلا، وأنا أنا ما نحبش إسقاط المقارنات، يعني أنت تحدثت على أنه قبل 2011 كيفاش كنا أنه 7-8 متاع الليل تخرج نتائج، طبيعي تخرج نتائج. ليه مش تخرج نتائج؟ لأنه لا قلت تبدأ قلت تبدأ في الإقران، يبدأ ربط أولية. مباشر ما يبدأ ربط مباشر مع قاس المؤتمرات، وإلا ربط مباشر مع قاعة العمليات، ويبدأ طيب. يوريو فينا في الفرز احنا اليوم مخلين الفرز الحقيقي اللي هو في الصندوق ونناقشوا في نتائج نتاع شركة. هب فرضا انه نتائج قريبه من الواقع. مش استاذ ذاكر لازمنا نحترموا زاد اراده الناخب في اختياره اللي كان واضح حر ونزيه. لا راهو لازمنا نعرفوا انه اللي ينخبوا توانسه واللي يترشحوا توانسه واللي صوتوا توانسه واللي ما صوتوش توانسه، معناها تلك هي النتائج اللي مش تخرج من بعد نتائج اولي. اما التعليق فقط على الاستاذ عبير، هاي النتيجه وقتاش جاوبك الجدول هذا موجود نص النهار وسبعة دقائق، هاي نفسها هي اللي قيس سعيد ونبيل القروي ومورو عبد الكريم الزبيدي صافي سعيد يوسف الشيد صافي سعيد لطفي المرايحي عبير موسي. اعطيني نوريها للكاميرا. اعطيني الجدول هذا ماهوش كامل عندي. خنوري التوقيت، انا مهم التوقيت. اعطيني خنوري 12:07. هاي تعطيني البورتابل. تفضل في ذاك نسمعك. هي ويدور الجدول توا موجود الجدول كامل، هي هذيك الكابتور ماهيش كامله اللي عندي هكا فيها نتيجتي. اما الجدول هذاك موجود على الفيسبوك وجاي وصل لنا وعندنا في تليفوناتنا. الشيء الوحيد اللي ممكن ما نتفقش فيه مع الاستاذ عبير انه زياده التضييق في مجال الانتخابات، اراه زياده التضييق على حريه الانتخابات. علاش بت انه نتائج سبر الآراء معتمدة في الأنظمة الأخرى. مش معناها نحكي أنه نتائج سبر الآراء راهي صحيحة وإلى غيره، لا بالعكس راهي تعاون السياسيين بيدهم، أنهم هما بيدهم يلزمهم يتعاونوا مع مكاتب سبر الآراء على الأقل باش يفهموا طبيعة التونسي وإلى توجهات التونسي. المشكل اللي ممكن يتعاب على القانون هو أنه ديما نمشيو في التضييق، كل ما تجي فما مشكله نزيدو نضيقوا اكثر، كل ما تجي فما مشكله نزيدو نضيقوا اكثر، عندنا مشكله مع صبر الاراء، نحى علينا مكاتب صبر الاراء، عندنا مشكله مثلا فما مشكله الاشهار السياسي وانتم اللي قسيتوا منها، معناها رجال الاعلام والمؤسسات الاعلاميه كل. شوف لي حقوقي والى مختص في القانون والى الهيئه العليا المستقله للانتخابات. فما تعريف للإشهار السياسي؟ صحيح. نقول بالله قرب لي تعريف، يقرأك النص. حتى واحد ما ينجم يعطيك تعريف. يقرأك النص، لليوم أنا ما عنديش. غير واضح. لكني نتذكر مليح ملامح هذا النص مع الهيئة العليا المستقلة للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، نتذكر وقت النقاش في المسائل هذيا، في مسائل شنو هو الإشهار السياسي. في إطار تعويم كل شيء وتعويم المصطلحات، وهذه أزمة البلاد هذه اللي هي تعويم المصطلحات. كي نحكيو على الإرهاب نوليو نحكيو إرهاب فكري، إرهاب مالي، إرهاب أمني، إرهاب ما أدري شنو، نزيدو ديما نعد من بعد حاجة، لا فما إرهاب وفما مسائل أخرى. فما الإشهار ونقصدنا به الأعمال التجارية، أي السلوكات التجارية، وفما الدعاية السياسية. إذا كان الأحزاب ما تعملش دعاية سياسية أثناء الفترة الانتخابية وقتاش تحب تعملها؟ إذا كان الأحزاب وإلى المترشحين ما يعرضوا، هي أصل الدعاية الانتخابية في تعريفها واستمالة رأي الناخب واستمالته للتصويت له. علاش سمحني، علاش ما نحبوش نستعرفوا أو نقر بأنه المسألة مش بس حكاية الدعاية السياسية والأحزاب واللي تحكي فيه بصراحة.
الشعب التونسي من 2011 لتوا حس انه النخبه السياسيه مش حاسه بيه، حس انه الناس اللي في الحكم ماش عنده ثقه فيهم، صحيح، حس انه الناس في المعارضه تغني في واد وهو في واد، القى شكون يقرب له، القى شكون ظن انه ممكن السيد هذا ينقذه، ممكن يلقى له حلول للحياه اللي هو عايشها اليومي. فبكل بساطه صوت، صحيح، فبكل بساطه صوت. بكل اذا انت تقصد في الظاهره بتاع نبيل القروي مش صحيح. وقيس سعيد ليه؟ شو قيس سعيد التو حتى العلماء نتاع الجهابذه نتاع السياسه ما فهموش شنو هي نقطه القوه اللي تخلي الشباب التونسي صوت له التو. نبيل القروي ذكر كراو سنوات وهو دارها كما قال دارها زنجة زنجة دشرة دشرة ريف ريف، دارها بالكش بناء على حزب سياسي ومشروع سياسي، دارها بناء على جمعيه خيريه. إذا إذا كان يولي جمعية خيرية واللي هي أموال طائلة حتى الدولة ما هيش قادرة عليها إنها تولي هي تقوم مقام الدولة، والناس اللي هي متضرة من الأزمة الاقتصادية والمقدرة الشرائية ولا جيعانة كي تجيها المقرونة وتجيها الكمين وتجيها ذاك الكل عام واثنين وثلاثة، ويجيها بلاتو نتاع تلفزة بعد المسلسل في البرايم تايم، وتجيها قناة تلفزية تخدم ثلاثة سنين على أساس عمل خيري، من بعد كي تتحول قبل بجمعتين تولي عمل سياسي، فما حتى حد يقول لك ممنوع. احنا عندنا مشكل في المنظومة القانونية، المنظومة القانونية التي تدير الأحزاب، عندك قانون الأحزاب وقانون التمويل متاع الأحزاب وقانون الجمعيات، قانون تمويل الجمعيات والقانون الانتخابي، هذم أكبر كوارث اللي أدوا للوضع اللي احنا فيه توا. كل واحد يعمل اللي يحب، أنا نجي جمعية نصرف مليارات لأن الجمعية في قانونها تسمح بالتمويل الأجنبي، بعد ما أنا نستنفع بالتمويل الأجنبي عام واثنين وثلاثة وأنا جمعية نكونك الرصيد هذاك متاع الفقراء ولتوظيف مآسي الناس لأن الدولة مش قائمة بواجبها ولأن الاقتصاد الوطني في انهيار، نجي قبل بجمعتين نحول روحي لعمل سياسي، حتى حد ما يقول لي لا انت كنت منتفع بالتمويل الأجنبي. وقت لي التمويل متاع الأحزاب ممنوع التمويل الأجنبي، الجيد الأحزاب تلقى ما فماش رقابه. يا اخي سي فاضل محفوظ قبل ما يخرج من الوزاره قال فما 150 حزب من جمله 217 ما يخدموش ولا اثر لهم، شكون راقبهم؟ شكون راقب التقارير السنويه اللي لازمها تصدر؟ شكون راقب التقارير الماليه؟ شكون راقب نتائج انتخابات 2014؟ حتى حد. بعد كل 150 اللي حكى عليهم هو الدوله ما اتخذتش فيهم حتى قرار. اليوم كي جات الانتخابات نلقاهم يا اما سلفوا الاحزاب هذيك الناس من الناس هذوما اللي توا طالعين في سبر الاراء، سلفوهم احزاب بدلوا بهم الاسم وخذوهم وعينوا فيهم هياكل ولاو يقدموا قائمات. يعني نراو في عمليات التحيل على القانون والمراوغه على القانون نراو فيها قدامنا ونقولوا فيها في التلافز، والناس الكل تقول لك ليه والله اذا باهي ديمقراطيه، اذا ليه لازمنا اليوم نفيقوا، خاطر اذا كان اليوم وصلنا اذا كان النتائج هذه صحيحه اللي هي متوقعة معناها ماهيش ياسر غريبة، هذيك هي منظومة ما بدات معناها تتناحر في بعضها وجات عملت هروب إلى الأمام مشات للناس اللي هما ما عندهمش باع في السياسة. يلزم نعملوا تقييم، يظهر لي اليوم الانتخابات التشريعية إذا كان نحبوا نستخلصوا العبرة من الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية يلزمها تفرز لنا كتل برلمانية ومجلس نواب شعب متكون من ناس يحملوا برنامج ويحملوا رؤية وعندهم قدرة غدوة باش يراجعوا القوانين هذه نتاع الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات ويقدموا بديل سياسي للتونسي مربوط بالكتل والتوافقات اللي بتصير بيناتهم. وشكون اللي باش يكون عندهم الأغلبية؟ قبل ما يجيك أستاذ ذاكر واقعيين واقعيين اليوم التدارك ما بين الدور الرئاسي الأول والدور الثاني والتدارك في التشريعية أعتقد أنه في برشا مبالغة، لأنه أغلب الأحزاب كانت عندها فرصة مثلا في البلديات. يعني أنا ما نتصورش نتيجة حزبك مثلا في البلديات تخول لك أنك تحلم بأنك تمر للدور الثاني. لا علاش؟ أنا نتيجة مشرفة جدا في البلدية. ترتيب في القائمة. لا أنا مشرفة جدا، أنا ترشحت في 31 دايرة. ولا أحجام انتخابية. نجحت. ولا أحجام انتخابية وعدد أصوات. لا في البلديات اللي خلينا. كان يسمح لك حزب أصوات في البلديات أنك تمر للدور الثاني. سامحني في البلديات أنا حزبي اختار استراتيجية ما يشاركش في كل الدوائر، علاش؟ لأنه قانون الجماعات المحلية قانون كارثي واللي قلناه عملناه وريناه السنة اليوم
اليوم المجالس البلدية بصدد الحل، قاعدة تتحل وقاعدة بلوكي وقاعدة تصير انتخابات جزئية، واللي قلناها احنا صار عندنا خلل على مستوى التشريع، لأنه المجلس التأسيسي اللي شرع لنا القوانين واللي عمل لنا دستور 2014 واللي جاب لنا النظام السياسي الهجين أدى إلى قوانين كارثية شلت حركة المؤسسات. قبل ما نتعمق في الحديث على ممكن إمكانية التوافقات داخل المجلس النواب، هل يمكن للمترشحين هذوما قيس سعيد ونبيل القروي أن ينجز ما لم ينجزه مرشحي الأحزاب السياسية في الفترة السابقة ولا حتى ممكن فترة قادمة؟ بالنسبة لك إذا كان معناه نملوا ب كما قلت أنت نحترم إرادة الناخب ونملوا بحرية الاختيار، هل يمكن لهؤلاء أو لهذين المترشحين أن ينجز ما لم ينجزه أو ما قد لا ينجزه؟ نجاوب جواب دون تحفظ. نعم أو لا. أيوه بنعم أم لا. إذا هما أقرب لتوانسة سينجزوا خير. إذا هما أقرب لتوانسة. إذا كان هما عرفوا مسوا عاطفة التوانسة. إذا كان لأنه التونسي لم يخاطب في عقله من أي طرف كان. الناس كل تخاطب له في عاطفته. هما طلعوا الأقدر على مخاطبة عاطفة التونسي. وإذا هما أقرب لتونسي رغم نجم ينجزوا. اللي ما لم يقدر تقدر عليه الأحزاب راه. لأنه الأحزاب ها كل حاجة راه فما مشكل في السيستام، راه فما مشكل في الحزب الفلاني، راه فما مشكل في كذا. هي أعطيني كيفاش وصلتها أنت للتونسي. تقول لي التونسي تحب يصوت على البرامج. أعطيني كيفاش وصلت له أنت برامجك. هي شنو هي الأحزاب شنو اللي تعمل؟ خمس سنين ندوات وترف فكري في صالونات مضيقة، تجي الانتخابات نبداو في الحمد. لا رب الحق هي الأحزاب والفاعلين السياسيين كلها لابد أن يراجعوا أنفسهم. اللي قاعد ما رجعوش يروح بعد انتخابات البلدية. لا من بعد هذه رسالة أخرى. تو تشوف البلاتوات في تحليل النتائج. تو تشوف البلاتوات. طيب بليق قوس دقيق. نبيل القروي، سيد نبيل القروي موقوف 29 سبتمبر 2019 خرجت نتائج الانتخابات، نفترض فرضا أنه هو اللي فاز، يخرج بالوقت كيفاش يصير؟ شنو كيفاش تصير العملية؟ فقراتين. فما مسألة الحصانة، هو رئيس دولة ولا مش رئيس دولة؟ ماهوش رئيس دولة قبل الأداء اليمين. خلينا نتفقوا بشوي. قبل الأداء اليمين. أداء اليمين شرط ممارسة. للمباشر أداء اليمين. وشرط ممارسة. أي هي قضية سابقة للانتخابات. لا مش عقلة، هي قضية سابقة. يتمتع بالحصانة لاحقا. يتمتع مش لاحقا. فسرنا خلينا نفهموا، احنا خرجت النتيجة. خرجت النتيجة أعلن من الهيئة العليا للانتخابات رئيسا الجمهورية. أيوة. تمت الطعون واستفرغت آجالها، أصبحت النتيجة نهائية. بحكم القانون هو رئيس دولة. أداء اليمين راه شرط للممارسة. أي. به. الدستور شنيه اللي يحكي وقت اللي يحكي في حصانة رئيس الجمهورية؟ تقف التتبعات. وما تنجمش تحاكمه ومعها يقف احتساب اجال السقوط، معناها القضيه تبقى متعلقه به. راه يقعد خمس سنين ما نقولوش من بعد راهي سقطت اجال التتبع، والا بعد ما كمل مهامه كرئيس جمهوري كمل مهامه وتستانف الاجراءات نجم. هذه قراءه. القراءه الثانيه اللي يربطوا انه الحصانه تكون مرتبطه بالممارسه، لانه حصانه رئيس جمهوريه في ممارسته، وهذه قراءه ثانيه. لكن القراءه الاولى راهي الاقرب. اما الاشكال فين؟ الاشكال مش في هذا، الاشكال في لا سامحني خاطر مهمه. نفترض ان الحصانه مرتبطه بالممارسه، يمكن في الحاله هذه محاوله اثبات شغور منصب رئيس الجمهوريه وبالتالي نرجع الى نفس الحكايه؟ لا ما تنجمش، انت ما عملتش رئيس جمهوريه باش تعمل شغور. واضح. هذاك القانون وين ادى بينا؟ هذاك القانون وين ادى؟ نتفقوا في زوز مسائل. ممكن انا من القانونيين الذين لا يؤمنون بما يسمى الفراغ القانوني. نحكي على سكوت نص، وراي ما نحكيش على فراغ قانوني. نص إذا سكت على حاجة يلزم نلقاو الحل القانوني ببقية النصوص الأخرى. إذا ما لقيناش ببقية النصوص الأخرى، بما أن عملية الانتخابات هي عملية سياسية بامتياز رأي مغطية بغطاء قانوني، هذا هو راهو القانون جعل لترتيبها، أما هي عملية سياسية رأي. أو نعطيك مجلس الدولة الفرنسي في مسألة اللي هي مسألة تدخل القضاء في المسار الانتخابي. مجلس الدولة الفرنسي مثلا في الطعون في الانتخابات الرئاسية ما يراش انه المترشحين كل راهم عندهم الحق، وما يراش انه يدخل مثلا اللي طعن وقع في انتخابات 2014 مثلا انه واحد فاز وتعدى للدور الثاني
هل أنه عنده الحق يطعم في النتائج وإلا؟ يقول ما عندوش الحق والله. لأنه تأثير على الدورة الثانية يولي القضاء في تعليله نجم يأثر والله. بإيجاز لأنه مازال تقريبا دقيقة في وقتنا كيف سيتعامل الحزب الدستوري الحر مع هذه النتائج وكيفاش بيكون موقفكم؟ من ستدعمون في الدورة الثانية إذا صحت بالطبيعة مثل هذه النتائج؟ كيفاش يكون موقفكم؟ احنا طبعا باعتبارنا رجال دولة ورجال قانون وانا لهنا نستغرب انه باش يولي القانون حاجة ثانوية وتولي السياسي وهيمن على القانون، هذا مش غلط، هذا ماهوش صحيح. ولكن احنا اليوم ننساوش اللي عندنا باساسيون عملناها بين رئيس دولة ورئيس دولة ومحكمة دستورية مش موجودة، يعني بدينا نشرعوا رويدا رويدا انه القانون كان قد روحه قد ما قدش روحه رانا نجموا نتجاوزوه، وهذا خطر لانه مس من منطقة الدولة. احنا نستنيو النتائج المعلن عليها يعني طبعا بصفه رسميه من هيئه الانتخابات، ثم تجتمع هيكل الحزب وتقرر ماذا سيكون موقفها في الدور الثاني. وفي انتظار ذلك الحزب منكب منذ اليوم ومنذ حتى يوم امس على انجاح المحطه الانتخابيه التشريعيه، لانه الناس الكل تعرف انه هدف الحزب الدستوري الحر الأساسي والجوهري هو الحصول على كتلة نيابية محترمة تخول له تكوين الحكومة وتنفيذ برنامجه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتغيير القوانين الكارثية لأودت بنا إلى هذه الأوضاع. شكرا لك سيد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، شكرا لك سيد العلالة محلل سياسي والإعلامي، وشكرا لك أستاذ ذاكر العلوي من ناشط حقوقي. بالطبيعة نحب أجمل التحيات من كل الفرق العاملة من مختلف الأسلاك المهنية مركزيا وجهويا بمؤسسة التلفزة التونسية، وغدا تستمر التغطيات. كونوا معنا في الموعد، إلى اللقاء.